السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نواصل في الفيديوهات حول التاريخ الإسلامي. الفيديو اللي قبل هذه يعني عجبت ياسر من الناس وشجعوني باش نكمل في هذه السلسلة. كيما تعرفوا أنا الفيديوهات متاعي ما نحضر لهاش بصفة عامة، تجيني فكرة في الليل ولا في وقت من الأوقات نقيدها ونعمل الفيديوهات. بالنسبة معناتها هذه السلسلة الجديدة متاع التاريخ الإسلامي، بعد لعاودت كما قلت لكم قريت التاريخ الإسلامي كله طريقة أخرى، لقيت روحي معناتها لازمني نصلح ياسر من أفكاري. كما قلت لكم معناتها في الفيديو اللي قبل هذه، يعني عنا نجم نقولوا احنا مصدرين للتاريخ الإسلامي معناتها بصفة عامة كبيرة. المصدر الأول هو مصدر غير إسلامي، مثل مثلا كما قلت لكم المستشرقين اللي أخذوا من عندهم واعطاوا ما يسمى نظرية متكاملة حول التاريخ الإسلامي. وفما النظرة الإسلامية، والنظرة الإسلامية تنقسم من بين النظرة ما يسمى بالسنية والنظرة الشيعية، والاختلاف من بيناتهم هي في أمور الخلافة وأمور أخرى، يعني نجم نقولوا اللي هي معناتها أساسية في فهم الدين الإسلامي. فما اللي قال يعني ما نجموش اللوح النظرية مثلا من النظريات وما نعتبروهاش بالكل، لا ما نجموش، شيء طبيعي. النظرية المسيحية الشرقية أو السنية أو الشيعية فيها وعليها، ما نجموش نقولوا هذه الكل لوحوها وما نعتبروهاش. هذاك علاش أنا معناتها عاودت كيما نقولوا احنا رجعت افكاري وعاودت قريت هذوما الكل، فهمت، وحاولت باش نقارنهم بالواقع متاعنا توا في الوقت الحاضر كيفاش عايشين بصفه عامه، وبالاعتماد على ما يسمى بالاسلوب العلمي. هذه هي معناتها الفكره متاع الفيديوهات هذه، ولكن بالنسبه كيما قلت لكم للغنوصيه نرجع لها ونرجع لها بالتفاصيل وبالتدقيق باش تاخذوا فكره، وعلى الاقل تلقاو شي فكره ولا زوز تنفعكم ولا تناسبكم والا معناتها تعجبكم. الانسان يعني هو حر في افكاره، وانا ديما نقول اللي الافكار بصفه عامه هي ملك البشريه الكل، خاطر الفكره ما تجيش تهبط عليك هكاكا في مخك، تسمع كلمه منا تسمع كلمه منا تسمع كلمه منا، ومن بعد تتبلور الفكره في مخك ويمكن تقولها انت او يقولها واحد اخر، فما ترابط من بين الافكار. به اليوم باش نتكلموا حول ما يسمى التاريخ قبل ظهور الاسلام، قبل ما يظهر الاسلام، التاريخ بتاع المنطقه هذيك او ما يسمى العرب بين قوسين. لو نرجع لمسألة كلمة العرب هذه، المشكلة ان علمونا من الصغر متاعنا وانتم زادة اللي كل ما هو قبل الإسلام جاهلية، وان الإسلام هو اللي جاب العلم وجاب المعرفة وجاب كل شيء، وهذه النجم نقوله هي أكبر كذبة عرفتها البشرية. وهذه الفكرة يعني متاع أن قبل الإسلام كان فما هناك جاهلية، يعني مي صدقها كونش مسلم. مستحيل إنسان عنده عقل ويخمم، عندما نقول مسلم يعني مستسلم، خاطر فما مسلمين يخدموا شوية مخاخهم ويفهموا ويحاولوا باش يفهموا، بينما نتكلم ونقول ديما مسلم يعني إنسان يعني مستسلم، عبد حقير، عبد ذليل، ما عنده حتى رأي، لازم يرجع شنو قالوا أسياده سوى في التاريخ سوى هؤلاء شيوخ الجهل والتخلف.
أي إنسان عنده ذرة واحدة من العقل ومن السؤال يعرف اللي قبل الإسلام لم تكن هناك جاهلية، بل الجاهلية بدأت بظهور الإسلام. محمد قديش هو يتكلم على الإسلام بتاعه والدعوة على حسب المصادر الإسلامية؟ فماشي شكون قال له لا ما تدعوش؟ كيفما 20,000 واحد كيف مسيلمة وغيرهم 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 وغيرهم، وحتى واحد ما جاو منعوه. وقتاش محمد ولا خطر على قريش كلها وعلى كل المعتقدات؟ عندما قال ديني أنا هو الحق والأديان متاعكم كلها باطل، يعني ما يسمى رفض الحرية، ويحب يجبرهم بالسيف عليهم باش يؤمنوا بالدين بتاعه. وقتها قالوا له مش معقول، ونرجو حتى في التاريخ الإسلامي، قالوا له يا سيدي إجا نقسمه كي هذه شهادة صحيح، هاو مرة نعبد إلهك ومرة تعبد إلهنا، يعني باش يوريك معناتها التسامح اللي كان موجود في ذلك الوقت. في الحقيقة هناك ظلم وقع، يعني الإسلام فهمت ما دمرش شعوب فقط، وإنما دمر المنطقة اللي ظهر فيها، ودمر هؤلاء الشعوب اللي كانت تعيش في منطقة الحجاز. إذن هذه هي النقطة الأولى، هذه معناتها ما فيهاش نقاش، إن الجاهلية بدأت بظهور الإسلام والدعوة للإسلام، وانتهت بتكسير كل التراث العربي وبقى إلا الإسلام، وتدمير كل هذه الآلهة حول الكعبة، وخلاه كان رأي واحد هو رأي قثم. هذه نقطة جدا مهمة ما فيهاش حتى تفلسيف ولا شك ولا أي حاجة. وهذه مسألة أنهم كانوا يدفنوا أولادهم، كل شيء كلها أكاذيب ألفت بعد، وهذه طبعا نتكلم عليه. هذه النقطة الأولى اللي حبيت نقولها في هذه الفيديو. أما النقطة الثانية، إن كما قلت لكم المصادر اللي عندنا حول الوضع قبل الإسلام 90% إسلامية، عندنا تقريبا 10% أو حتى أقل ما هيش إسلامية، وهذه اللي باش نطرقولها في الفيديو. هذه معناتها مسألة جدا مهمة، يعني المسلمين هما اللي كتبوا كيفاش كانوا يعيشوا العرب قبل الإسلام بمنطق وبنظرية متاع إنسان مسلم مستسلم. وطه حسين تكلم على تزوير الشعر الجاهلي، يعني وصلت بهم الوقاحة انهم يألفوا اشعار مناسبة للرأي متاعهم ولكي تناسب القرآن، ونسبوها لما قبل الإسلام. يعني معناتها الوقاحة متاع الإسلام واللي تحكموا في الإسلام ليس لها نظير في التاريخ. هذه النقطة الثانية اللي حبيت نذكرها. النقطة الثالثة اللي حبيت نذكرها في هذا الفيديو هي عندما ظهر ما يسمى بالتاريخ الحديث أو البحث التاريخي الأكاديمي الجديد، مع الأسف كل العالم استعملوا في أي منطقة من العالم، تم استعمال التقنيات اللي تنجم تمشي لبلاصة وتعرفها وتحللها وتدرسها من غير ما تضر بها. إسرائيل فهمت بحثت في تاريخ المنطقة اللي هي تحت سيطرتها، كل الشعوب بحثت في التاريخ بتاعها، إلا ما يسمى العالم الإسلامي تم البحث فيه ساعات ما يحبوش يبحثوا باش ما يظهروش، خاطر توا معناتها ما ياسر أبحاث قاموا بها الغربيين أظهروا عظمة الحضارات اللي دمرها الإسلام، كما المصريين، كما شمال إفريقيا، الأمازيغ وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لكن هناك منطقة هي منطقة الحجاز، مع الأسف لم يتم
استعمال فيها الأساليب العصرية رغم أنه بسهولة فريق يمشي ما غير ما يضر القبر ما غير ما يضر حتى يمشي القبر محمد ما كتقولوا انتوما محمد مدفون هوني يدخلوا غير كما نقولوا احنا جعبة فهمت في القبر وياخذوا معناتها كما نقولوا احنا جزء ويحلوه وسس متاع الكعبة بيدها المناطق اللي يقولوا فيهم وقعت بدر ووقعت كذا ووقعت كذا ووقعت كذا يمشيوا يشوفوهم على عين المكان صحيح بعض المستشرقين قاموا بهذه العملية ولكن كانت ضئيلة جدا والآن في الوقت الحاضر الإمكانيات عظيمة يعني نجموا يحفروا متر وزوز وثلاثة ويطلعوا حقائق تاريخية فمتقلب التاريخ ولكن السعودية ترفض شو مشات عملت؟ مشات عملتها لكلها مرمر باش تقطع أي أمل لمعرفة الحقيقة حتى واحد ما يدخل لمنطقة مكة ولا منطقة المدينة يعني لأنها تعرف كان باش تجيب باحثين أكاديميين باش يظهر الكذب نتاع الإسلام 1400 سنة يعني الكذبة ياسر كبيرة راهو الشعوب متاعنا عايشة في وهم لا مثيل له مدمرنا ومدمر أولادنا في المستقبل إذن هذه النقطة الثالثة اللي حبيت نذكرها إذن احنا توا باش نحاولوا نعرفوا بصفة عامة كيفاش كانوا العرب يعيشوا قبل الإسلام سواء معناتها كما قلت لكم المصادر الإسلامية أو من المصادر الأخرى رغم اللي احنا هوني باش نركزوا على المصادر الغير إسلامية لأن المصادر الإسلامية فيها نوع من الكذب ولكن تلاحظ كما نقولوا احنا مثل بالتونسي السارق يغلب اللي حاحي يعني الإنسان مهما خبى مهما عمل ديما يتكشف أمره الكذاب والخداع والمجرم ديما يخلي علامات تو احنا نشوفوا المنطقة هذيك اللي موجودة يعني ما يسمى بالجزيرة العربية نغزروا لها كرقعة جغرافية بصفة عامة نلقاو اللي فما منطقة جنوبية اللي هي جهة اليمن وعمان هذه منطقة وحدها على روحها وفيها ما يسمى نجم نقولوا احنا تغلغل فارسي ليس بطريقة مباشرة ولكن بطريقة تحالفات لأن بعيدة على بيزنطة أقرب لها الفرس وعندك ما يسمى بالمنطقة الشرقية كاللي توا الإمارات والبحرين وقطر والكويت هذه تحت سيطرة الفرس كليا من بعد عندك صحراء قاحلة هذه معبية بال كيما نقولوا احنا البدو والرحل وقطع الطرق وما فيهاش ياسر سكان ثم عندك الشمال اللي هي جزء منها تابعة للفرس وجزء منها تابعة للبيزنطة ثم عندك منطقة الحجاز هي المنطقة اللي تهمنا هذه المنطقة متاع الحجاز هي منطقة زادة صحراوية ونجم نقولوا احنا معناتها فيها الجفاف وفيها الجوع وفيها كل شيء ولكن رغم ذلك تم ما يسمى تكوين بعض المدن كما مكة ويثرب وغيرها وغيرها كمناطق فهمت نجم نقولوا ما نقولوش مدن وإنما مناطق تمركز للبدو وهذه المنطقة معناتها قبل كانت معناتها منطقة مهملة نذكر المصادر فهمت ولكن بدأت في قبل الإسلام قرن أو زوز أو ثلاثة قرون فهمت تتكون نوعا ما نوع من ما يسمى الاستقرار ولكن خارج هذه المناطق كان هناك قطاع الطرق والصعاليك والقبائل اللي معناتها نقولوا احنا ما تحترم حتى انسان واللي عاش على السطو هذا هو الوضع اللي كان
في منطقة الحجاز. عن اللي تهمنا توا هي منطقة الحجاز، هذا بصفة عامة منطقة الحجاز كيفاش كان، ولكن هي عبارة على منطقة حرام نقولوا احنا، أو منطقة حرة يعني بعيد عن الحضارة. عندنا حضارة فارسية كبيرة، وعندنا حضارة بيزنطية كبيرة، وعندنا حضارة أثيوبية، وعندك مصر وجهادية. أما المنطقة هذيك هي منطقة جوع وفقر وميزيريا، وفيها قبائل عايشة على السطو، وكي ما عادش تلقى ما تسطو تخرج تهجم على مصر، تهجم على مناطق أخرى مثلا جهة اليمن، هذاك باش عايشة. فهمت؟ يعني كيما نقولوا مناطق قرصنة، كيما توا في العالم فما مناطق كيما نقولوا احنا حرة، المجرمين الكل يهربوا ليها، وحتى مثلا الأشخاص اللي عندهم أحكام، ولا الأشخاص اللي معناتها كيما نقولوا احنا عندهم أفكار غريبة يمشي، ولا خاطر ما فماش قانون يحكم فيهم. لازمنا نفهموا اللي هذا المنطقة هذيك كانت تعيش بهذه الطريقة. ولكن في القرنين أو الثلاثة قبل ظهور الإسلام وقعت نوعا ما هجرة أخرى، خاصة لمنطقة مكة والمدينة، هي هجرة ما يسمى المضطهدين أو المظلومين، سواء من اليهود سواء من النصرانيين اللي كانت تضطهدهم بيزنطة، أو ما يسمى مثلا المانيين أو الزردشتيين كما سلمان الفارسي. يعني كانت المنطقة هذيك اللي يحب ياخذ حريته يمشي للمنطقة هذيك، خاصة منطقة مكة والمدينة وما حولها، يعني المدن هذوكما. يعني هذا في الفترة الأخيرة على حسب أنا معناتها دراستي للتاريخ، معناتها تكونت في الأول نواة، بشوية بشوية كالنواة هذيك جاوها أشخاص كما نقولوا احنا أصحاب أديان، أديان الكل جاوها، حتى ينقذ الصبيين وكلهم اللي عنده فكرة جديدة في الدين، سواء في الدين المسيحي سواء في الدين الزردشتي سواء في أي دين آخر، يجي للمنطقة هذيك، وهناك تكونت ما يسمى حرية دينية. هذاك علاش كما قلت لكم كانت قداش من كعبة موجودة غديكا، وكانت معناتها الكعبة حتى بيدها، الكعبة اللي في مكة كان حولها كل أنواع الآلهة، حتى فهمت المسيح عندهم تمثيل حول معناتها في جدار الكعبة لمريم وعيسى، واليهود عندهم حريتهم زادة في المدينة، وكانت فما هناك نوعا ما حرية. في الفترة هذيك نسميها فترة ازدهار، هي يمكن نقوله بدأت من عهد امرؤ القيس، فهمت؟ يعني فتكونت نوعا ما نوع من الحرية الفكرية والحرية الدينية والشعر، وكانت معناتها فما حرية بطريقة مش تصوروها بالكم، يعني تختلف على منطقة بيزنطة ومنطقة الفرس. هذا لازمنا نفهموه باش نعرفوا اللي يقول لك الإسلام ظهر فجأة في منطقة خالية عند واحد أمي في بلاصة معناتها كلها جهل وتخلف، هو كذب في كذب في كذب، وهذه الأمور ليس فيها ريب ولا شك. احنا نعرفوا الشعراء، وكان كل واحد عنده بلاصته، المرأة عندها بلاصتها، السارق عنده بلاصته، المجرم عنده بلاصته، الجمل عنده المكانة متاعه، الشاعر الكذاب التاجر عنده البلاصة متاعه، الأديان عندها المكان متاعها، كل واحد عنده بلاصته في منطقة ما يسمى منطقة الحجاز. ونعرف احنا زادة للمنطقة هذه منطقة الحجاز هي منطقة صعبة العيش، ولهذا ازدهرت ما يسمى بالتجارة، التجارة نحو اليمن والتجارة نحو الشام، ووقع نوعا ما نوع من الازدهار في تلك الفترة، حتى الأديان كانت مورد رزق الكثير من الناس. إذن اللي حبيت نقوله إن فكرة إن الإسلام ظهر فجأة في منطقة كلها جهل وكلها تخلف، وكانوا يدفنوا بناتهم وما كانش معناتها ما كانوش يعرفوا حتى شيء، وكانوا جهال وما يكتبوش، وكلها هذه
هذه أفكار مؤلفة بعد، فهمت؟ باش يعطيو قيمة للإسلام. هذه كذبة واضحة. أنا توا نتكلم على الثوابت اللي ما يختلفش فيهم أي إنسان عاقل. يعني هناك عوامل عديدة أدت إلى ظهور الإسلام، ليس صدفة ولا معجزة ولا هبط من السماء، ولا الأشخاص اللي كونوا الإسلام ناس عظماء وعباقرة. خاطر كي نشوفوا، أنا نتحدى أي مسلم يجيب لي حاجة واحدة جابها الإسلام جديدة، حاجة سوى حكم شرعي سوى أي حاجة أخرى مهما كانت، ما فما حتى حاجة جابها جديدة الإسلام. هو لقى حرية، لقى كم من هائل من الأفكار واختار، فهمت؟ اختار الفكرة هذه. حتى الأحكام اللي كانت موجودة، مناطق مثلا تهجر الإنسان كي يسرق، مناطق تقصلو يده، مناطق كل واحد شي يعملولو. يجي الإسلام على حسب عقلية اللي كونوا الإسلام واللي تو نحكي عليها في الفيديوهات القادمة، فهمت؟ بناوا عليها الفكر بتاعهم. أما باش تقولي إنه جاب حاجة جديدة، أنا نتحدى أي مسلم، أي مسلم وأي شيخ من الشيوخة يجيب لي حاجة واحدة الإسلام جابها خارج البيئة اللي ظهر فيها. وهذا ما فيهاش نقاش. إذن ما نحبش نطول ياسر في الفيديوهات، خاطر الفيديو هذه حبيت نتكلم حول المصادر الغير إسلامية التي تتكلم عن هذه المنطقة قبل الإسلام. وهنا حبيت ننبه حاجة، إن حاولت معناتها أنا عندي المعلومات، معناتها خاطر نقرأ مباشرة يعني الكتب وإلا البحوثات اللي عندي قديمة عملتها حول التاريخ الإسلامي. يعني كتبت آلاف الصفحات حول التاريخ الإسلامي، عملت بحوثات طويلة، توا بديت نرجع لها، فهمت؟ باش نعاود نقرأها بطريقة أخرى ونبحث، يعني وقت نلقى مصدر نعاود نزيد نبحث عليه في الإنترنت باش نزيد نتأكد من المعلومة. وصدمت عندما لقيت المعلومة مش موجودة بالعربية، تلقاها بالأردو، تلقاها بالأثيوبي، تلقاها بالصيني، تلقاها بأي حاجة، ما تلقاهاش بالعربي. هذاك علاش أنا ديما نقول وننصح الشباب إنهم يتعلموا لغة أجنبية، إنجليزية، فرنسية، يا سيدي يتعلم حتى كيما نقولوا احنا النيكاراغوية، أي لغة أخرى. راهو اللي يقرأ كان بالعربي راهو يبهم، وهذا معناتها مضمون. أنا ساعات وتناقش مع بعض الشباب ونقول له تعرف لغة أجنبية، فما بعضهم يقول لي لا أنا نقرأ كان بالعربي، ما نوقف ما عادش نناقش معاه، باش نناقش معاه. مصادره كلها مزورة ومصادره كلها كذب. كان يجيو يعملوا تنظيف الجوجل من الأكاذيب الموجودة، توا يفرخ، توا تتنحى العربية، نحيوها، يمنعوها أصلا في جوجل، سواء في ويكيبيديا اللي تحب أنت. كان الكذب والأشياء المهمة تلقاها بكل لغات العالم إلا بالعربية. يعني صدمت، قلت إلى هذا المستوى؟ وهذا الكل باش يخليو الشعوب جاهلة وما تعرف حتى شيء. إذن أنا وقت بحثت عن المصادر اللي قبل الإسلام لقيت ثلاثة مصادر، يمكن أكثر، ولكن هذوما الثلاثة مصادر يعني اللي لقيتهم وتأكدت منهم اللي يتكلموا عن المنطقة هذيك قبل الإسلام، وأشخاص يونانيين ما عندهم حتى علاقة لا بالعرب لا بالمسلمين، ما كانوش وقتها مسلمين. أول مصدر قريته طلعت عليه بالفرنسية هو للمؤرخ هيروديت. تنجموا تبحثوا عليه، تلقاوه قلت لكم بالفرنسوية، بالإنجليزية، بأي لغة أخرى، لكن ما تلقاوش معناتها معلومات. يمكن تلقاوه بالعربية، يمكن فهمت، أما أنا معناتها بحثت معناتها بسريع، يعني مش سهل باش تلقى، أكيد تلقى.
هو أول واحد أتكلم على العرب. هيروديت هذا وقتاش ما تظهر في القرن الخامس قبل الميلاد، أي قبل وجود عيسى. وهذا الشخص عنده معناتها أمور موثقة وواصلت لنا وأمور بدعو كما نقولوا احنا 100%. هذا كان رحال كما ابن بطوطة، سافر في أوروبا وفي كما نقولوا احنا في البحر الأبيض المتوسط والمدن اللي تطل عليها، وسافر نحو ما يسمى منطقة سوريا ولبنان والأردن، وصل حتى لسيناء. هذا أول واحد اتكلم على العرب، واللي كان به يقول لكم يقصد النبطيين، فهمت؟ لكن قالها بالحرف الواحد، قال تلك المنطقة، منطقة السوريين، يتكلم عن الفينيقيين والفلسطينيين وكل شيء، يتكلم عن المنطقة هذيك، وقال المواني اللي موجودة على البحر الأبيض المتوسط ناحية لبنان وسوريا هي تحت ملك ملوك العرب، ولكن هون يقصد ملوك العرب اللي كانوا في الأردن، بيترا. بيترا كانت فما هناك ملوك يطلق عليهم ملوك العرب، هذا القرن الخامس قبل الميلاد. يعني بعض مثلا ذاك علاش نرجع ما يسمى بالنظرية اللي تقول لك العرب ما كانش لهم وجود ومش موجودين وكذا، لا، هو ذكرها ملوك العرب، واضحة وباينة في الترجمة بتاعه في النسخة الأصلية، ملوك العرب اللي كانوا في الأردن، فهمت؟ وكانوا يملكوا المنطقة هذيك الكل ما يسمى توا سوريا ولبنان والأردن وسيناء وشمال الجزيرة العربية. هذا المؤرخ ما تكلمش على البقية، يعني تكلم كان على المنطقة هذية على أساس أنهم معناتها المنطقة هذيك كانوا يحكموا فيها ملوك العرب. هذا المصدر الأول. إذا العرب هنا ثابت تاريخيا كانوا موجودين ويطلق عليهم عرب قبل 500 سنة قبل المسيح، يعني يمكن أكثر، ولكن هذا مصدر موثوق. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني اللي تحط عليه الجغرافي اسمه ستروبون. ستروبون طوّت أن نحط لكم الفيديو ونكتب لكم الاسم، معناتها باش تنجموا تبحثوا على رواحكم. هذا الإنسان عاش تقريبا، يعني ظهر في أواخر معناتها القرن الأول قبل الميلاد وبداية القرن الأول بعد الميلاد، نجم نقوله القرن الأول بعد الميلاد. هذا الإنسان جغرافي وهو يوناني أيضا، فهمت؟ وتكلم زادة على المدن، اتكلم على كل الجزيرة العربية، ولكن التقسيم متاعه كان تقسيم آخر، حيث اعتبر ما يسمى باليمن، فهمت؟ العرب السعداء، والعرب اللي في الشمال جهة الأردن، فهمت؟ يعني يتسماو عرب الحضر، يعني معناتها المدنية، والعرب اللي موجودين في الوسط هما البدو اللي يطلق عليهم القرآن الأعراب. يعني منطقة الحجاز كانت من الأعراب، ما نتكلمش على الشرق، الشرق هذاك تبع إيران، فهمت؟ كانت إيران مسيطرة عليها هذاك الكل تقريبا، فهمت؟ الكويت والبحرين والإمارات وقطر، كل هذيك الجهة تابعة الإمبراطورية الفارسية. أما كانوا عرب طبعا، معناتها كيما نقولوا مستعمرين، فهمت؟ ومؤثر عليهم الحضارة الفارسية. المهم التقسيم نتاع ستروبون يعني واضح، اليمن اللي هما العرب السعداء، والوسط اللي هما البدو الرحل، ويتكلم عليهم يقول لك معناتها عندهم معناتها الخيام نتاعهم ورحل وكذا وصعوبة العيش وكل شيء، والعرب المدنيين اللي معناتها متمدنين اللي موجودين جهة الأردن والمنطقة هذيك، فهمت؟ يعني هذا
المؤرخ الثاني قرن يعني بعد المسيح تقريبا، في أول القرن بعد ميلاد المسيح. إذن هذه الشخصية الثانية يعني فكرة اللي بعد قالها الإسلام، العرب العاربة اللي هما اليمن والعرب البائدة والعرب المستعربة، هذه بي يمكن نفس التقسيم لكن بطريقة أخرى وبتسميات أخرى، فهمت؟ على خاطر كي جيو نشوفوا اليمن يقول لكم العرب العاربة هما اليمن وهما اللي طلعوا لفوق وتناسبوا، هذا كلام ما عندوش حتى أساس من المعنى. نتصور أن البشر عمر الجزيرة العربية من الشمال، هبط من العراق والمنطقة هذيك كانت فيها عدة شعوب، فهمت؟ ومنهم جماعة هبطوا نحو الصحراء وجماعة ما تزدوا هبطوا حتى للأخر واستقروا وتفاعلوا مع الحبشة ومع الصومال ومع المناطق هذيك، وكونوا معناتها كيما نقولوا احنا خصوصية متاعهم اللي هما يسميوهم العرب العاربة، العرب العاربة، واللي يسميهم ستروبون يسميهم العرب السعداء لأنهم بعيد على الجوع وعلى الفقر وعلى كل شيء. هذا المؤرخ الثاني. المؤرخ الثالث اللي هو مهم بالنسبة لنحن هوني، فهمت؟ هو الجغرافي كلود تولومي. هذا الجغرافي هو مهم جدا وظهر في القرن الثاني بعد الميلاد، واذكر المدن المهمة في تلك الوقت منها، فهمت؟ عمان وعمان وبيترا ونجران وأريتيريا وغيرها وغيرها، ومنها اللي هو يمنا هوني اذكر مكة ويثرب من المدن اللي موجودين في الحجاز. وهنا معناتها تكسر الفكرة اللي يقول لك الإسلام أو المدن هذه ما كانتش موجودة وظهرت كان في القرن السادس، أو حتى يقول لك ما كانتش موجودة في السادس لا في السابع اللي معناتها ينقلوها بعض المسيح بتاع الشرق. يعني هذا الشخص مؤرخ كاتب اسم مكة، فهمت؟ وكاتب اسم يثرب كانت موجودة. إذا مادام هو ذكرها يعني كانت موجودة قبل، ويمكن كانت موجودة من قبل المسيح. هنا هذوما المؤرخين الثلاثة اللي ما عليهم حتى شك انهم أدلة واضحة على وجود العرب. علاش نكذب؟ صحيح فما عدة شعوب أخرى، فهمت؟ يعني المنطقة هذيك كلهم مترابطين ببعضهم، وكل واحد خذا منطقة من المنطقة هذيك وكون الشخصية متاعه كيما المناطق الكل في العالم، فهمت؟ يعني ما نجموش ننكروا هذه الحقيقة. أما الرواية الإسلامية كما قلت لكم هي رواية، كي نجيو نشوفوا التاريخ شنو معناتها القار رغم اللي قليلة، فهمت؟ يعني نجمو نفهموا ونقارنوا من بيناتها، مثلا من بين التقسيم متاع ستروبون والتقسيم متاع الإسلام، فما مقاربة. إذن اللي حبيت تقوله في هذا الفيديو واللي باش نختم به هذا الفيديو، إن اللي كانوا يعيشوا في منطقة الحجاز اللي تهمنا، ما نتكلموش عن المناطق بتاع الشمال وبتاع الجنوب، فهمت؟ كانوا أشخاص لا يكتبوا تاريخ لحد شيء، عباد عايشين مع الشعر مع الطبيعة، كل واحد عنده بلاصته، كل واحد عنده دينه، كل واحد عنده فكرته، فهمت؟ وحولهم صعاليك ومجرمين وقبائل يهجموا عليهم. يعني غاديك يعيشوا الناس الكل الباهي والخايب كما نقولوا الصالح والطالح وكل شيء. وفي منطقة مكة والمدينة، فهمت؟ كانت فما مراكز، فهمت؟ تجارية ومراكز معناتها يتلاقاو فيه القبائل الرحل في المواسم متاع العبادات أو الحج، وكل واحد يجي يعبد ربه على روحه، كل واحد عنده رب. يعني كانوا عايشين من بين الصحراء والسماء وكل واحد حر، حتى ظهر لهم واحد ولا أكثر من واحد، ظهروا ياسر واحد من اللي معناتها اغتنم هذه الحرية وهذا الازدهار
وأراد أن يدمر كل شيء ويفرض الرأي متاعه اللي باش نحكيه عليه في الفيديوهات القادمة. إذن هذا هو المسألة اللي حبيت نحكي عليها، إن العرب قبل الإسلام في منطقة الحجاز ما كانوش يهتموا بالكتابة، لأنهم كانوا يعيشوا النهار نهار كما يقول عليهم القرآن الدهريين، فهمت؟ عايشين كل نهار ونهار وما يكتبوش، يعني اللي كتبوا عليهم حتى اللي كتبوا عليهم معناتها أشخاص زاروهم. هما الحاجة الوحيدة اللي يهتموا بها كانت الشعر والتفاخر والتباهي من بين بعضهم. عمرهم ما كانت عندهم فكرة لا يغزوا العالم ولا معناتها يتعداوا على الشعوب الأخرى، كانوا حدهم حد روحهم. فما بعض القبائل منهم العصابات معناتها القراصنة كانوا يهجموا على المناطق الآمنة ويسرقوا وينهبوا، سواء في إفريقيا سواء في الشمال سواء في الجنوب سواء على المدن هذه كما مكة والمدينة ولا مدن أخرى، فهمت؟ يسرقوا ويهربوا للصحراء، فهمت؟ يعني كان بينهم بين حدهم حد روحهم، وكانت هناك حرية مطلقة. يعني فكرة أن الجاهلية، فيني هذه الجاهلية؟ في جبتوها الجاهلية؟ الجاهلية جاءت مع الإسلام. نظن هذه الفكرة واضحة، يعني العرب قبل الإسلام ما كانوش معناتها كما نقولوا احنا نتكلم في العرب بتاع الحجاز، فهمت؟ كانوا حدهم حد روحهم، معناتها كما نقولوا احنا ما يكتبوش تاريخ، يتناقلوا القصص والروايات وكل شيء. كيما توا مثلا واحد يعمل لك فيلم سيونس فيكسيون ويبدا ويمشي مثلا يشوف حاجه، وتعرف انتوما اللي في الصحراء واحد اللي مشى شاف الصحراء تتخيل يسر حاجات، ويبداو يفلموا على بعضهم وكذا، وانا هجمت على صيد وانا عملت وانا عملت وانا عملت وانا عملت، وانا جدي فلان وانا جدي كان كذا وانا جدي كان كذا. كانوا عايشين بالاوهام نتاعهم وعايشين كيما نقولوا عياشه، ها واحد سكر فهمت جاب لهم قصه، ها واحد قال لهم انا نبي، ها واحد قال لهم انا الله، ها واحد يعني كيما معناتها ناس خارجين على الحضارة وخارجين على العالم. الآخرين يتحاربوا، الفرس والبيزنطيين يتحاربوا وداخلين العالم داخل بعض، وعرفت كيما كل محشش فهمت اللي قاعد على روحه والدنيا متاخلة. هذاك هو كان حال العرب. وفي هذيك الفترة فهمت مع كيما قلت لكم قدوم كثير من المعتقدات، خاطر كانت هناك حرية دينية، وقع من نوعا ما ثراء، فهمت؟ ثراء ديني في هذه المنطقة، وهذا من هذا الثراء الديني هو اللي ظهر الإسلام. وفي الفيديو القادم نكملوا الحكاية بتاعنا كيفاش بداية كتابة التاريخ الإسلامي. إذا قبل الإسلام كانوا يتناقلوا شفاهيا، وتواصلوا حتى بعد ظهور الإسلام بالتناقل الشفاهي حتى بداية كتابة التاريخ الإسلامي. ومع الفيديو القادم كيفاش بدأ كتابة التاريخ الإسلامي. وبالسلامة.